علبة العجائب الفصل الرابع. في أوائل أيام الربيع ذهبت أنا وأمي لزيارة للا عيشة. تمت دعوتنا لقضاء اليوم. قبل بضعة أيام أعدت والدتي كعك السميد الفاخر واليانسون والسكر والسلو الذي هو عبارة عن الدقيق المحمص الممزوج بالزبدة والتوابل المختلفة. أخذنا كل هذه الحلويات. غادرنا المنزل في الصباح وجاء إدريس الأجرب ليجدنا في منزل صديقة أمي وهو يحمل سلة المؤني ودجاجة جميلة المظهر، كما أحضر إدريس رغيف سكر وعلبة شاي وقبضة نعناع. اعترضت للا عيشة على والدتي بسبب هذه النفقات المجنونة. كانت تنتظر زيارتنا، الشيء الذي جعلها تقوم بالتسوق مسبقاً. كانت للا عيشة تسكن في زقاق زنقة الحجامة في منزل بباب منخفض. هذا المنزل يذكرنا من بعض النواحي بللا عيشة نفسها. كلاهما كان قد عرف أوقات أفضل، وكلاهما احتفظ بمواقف صارمة تمييزا عفى عنه الزمن. كانت تسكن للا عيشة بغرفتين صغيرتين في الطابق الثاني، شرفة تطل على الفناء مستفة بدرابزين من الحديد المشكل تؤدي إلى الغرفة الرئيسية. كانت غرفة النوم الأخرى مفتوحة مباشرة على الدرج، وكانت تستخدم بشكل أساسي لتخزين مستلزمات الشتاء. كانت للا عيشة تطبخ هناك أيضا، وكان بالغرفة الكبيرة نافذتين، إحداهما مفتوحة على فناء المنزل والأخرى على شرفات المنازل المجاورة وأسطح مسجد صغير بالحي. كانت هذه الغرفة التي يبلغ طولها ضعف اتساعها نظيفة جدا. كان ثوب الكريتون المزين بفروع كبيرة يغطي المراتب، ووسائد ضخمة مطرزة بنقطة صغيرة ملفوفة بحرير شفاف خفيف تتراكم هنا وهناك. كان الجدار مزينا برفوف كبيرة مسبوغة، مزدان بأوعية من الخزف الأوروبي، وأطباق مزينة بورود ممتلئة، وأكواب على شكل كؤوس. كان هنالك ساعة خشبية داكنة غنية بالنحت معلقة بالقمة وتحتل مكانة الشرف على الحائط. كانت الأرضية مغطاة بالحصير. فوق السجادة كان هنالك بساط بألوان زاهية. كانت كل هذه الأشياء تسبح في جو من الراحة والهدوء، لم يكن بالتأكيد الرفاهية بل الراحة، عشاً دافئاً محمياً من مهب الرياح. بمجرد وصولنا قدمت لنا للا عيشة الكعكة والشاي بالنعناع، ثم تحدثت عن آلام المفاصل التي تضايقها مرة أخرى، وعن ألم في أسنانها جعلها مجنونة الأسبوع الماضي، وعن افتقارها إلى الشهية. سألت أمي ألف سؤال التي كانت تجيبها بلطف، وكانت تتباطأ في التفاصيل وتحكي باستطالة وهي تقلد مشهدا ما. بطبيعة الحال دفع جيراننا ثمن الحفلة. كانت أمي تتحدث عن ذلك دون حقد ولكن مع حرية كبيرة في التعبير، إذ أنها شبهت زوج رحمة بحمار أكل الكثير من النخالة، وزوج فاطمة بزوية بفأر قلق، ووالدي الذي كانت تدعوه بالرجل لم يفلت من مخالبها. طوله وقوته وصمته أصبحوا مصدرا للرسوم الكاريكاتورية. كنت أحب والدي، وكنت أجده وسيما جدا، ذو بشرة بيضاء ذهبية نوعا ما ولحية سوداء بشفتين حمراوتين كلون المرجان، دا عيون عميقة وهادئة. كنت أحب كل شيء به. صحيح أن أبي كان يتحدث قليلا ويصلي كثيرا، لكن والدتي كانت تتحدث كثيرا ولا تصلي بما يكفي. كانت بالتأكيد أكثر إمتاعا وأكثر بهجة، إذ كانت عيناها الحركية تعكس روح الطفل. على الرغم من بشرتها العاجية وفمها السخي وأنفها القصير الرشيق، كانت تفتخر بنفسها دون غنج، وكانت تحاول جاهدة أن تبدو أكبر من عمرها،
وهي في 22 من عمرها، كانت تتصرف مثل سيدة نضجت بالتجربة. بدأت للا عيشة تتحدث لنا بدورها عن أهل منزلها، وبدأت تحصي في مزاياهن المتعددة، إحداهن متواضعة وجميلة، وأخرى نظيفة ومقتصدة وطباخة جيدة، وأخرى تقية ذات كرامة، وهي تشهر بصوتها، كلهن يتنافسن مع ملائكة الجنة في القداسة، غير أنها خفضت بصوتها لتهمس بأفكارها الحقيقية في أذن أمي. انتهت بهذه الكلمات: أنعم الله علي عندما أنهمني بهذه الفكرة في العيش في هذا المنزل حيث تعيش جميع النساء كأخوات. ارتفعت الأصوات من الطابق الأرضي من جميع الغرف لتشكر للا عيشة على كلماتها الرقيقة. وسط ذلك الشوق، للا عيشة ووالدتي وزعتا بسخاء تحيات جديدة. جاء أطفال المنزل لدعوتي للعب، كانوا يشكلون مجموعة صغيرة من 4 أولاد وثلاث فتيات، لم أكن أعرف أسماءهم أبداً. أخذتني البكر البالغة من العمر 9 سنوات تحت حمايتها، صعدنا إلى الشرفة بالبطانيات وجلود الغنم القديمة، وقمنا بسرعة بتنظيم غرفة استقبال، ثم وضع علبة معلبات صدئة على 3 حصي مثل السماور البراد، والحصي الأخرى الموضوعة على قرص من الورق تلعب دور أكواب الشاي. شربنا الشاي الأسطوري اللذيذ للغاية، وتناولنا كعكات خيالية، ووزعنا المجاملات على الفتاة الكبرى مضيفتنا، ثم قررنا أن نلعب لعبة العروس. تم اختيار أصغر الفتيات لتمثيل العروس، واكتفت الأكبر سناً بشخصية النجافة، إحدى هؤلاء النساء الخبيرات في تنظيم مثل هذه الاحتفالات. نزلت إلى الطابق السفلي للحصول على وشاح وأحمر الخدود ومسحوق الكحل الناعم لتكحيل العينين. تم تنصيب العروس فوق وسادة وسط ضجيج الزغاريد والأغاني المرتجلة. سارعت النجافة وفقاً للعرف بتجميل العروس الصغيرة وإلباسها، وضعت عليها غطاء مثل الفستان، وفردت شعرها وزينتها بورق مخرم كما لو أنها مجوهرات. ابتعدت نوعا ما لتعجب بعملها. أخذ أحد الأولاد، وقد تملكته غريزة الشر، حفنة من التراب ورماها في وجه عروسنا، فبدأت الدراما. بدأت العروس وضيوفها بالصراخ والقتال والركض في كل الاتجاهات، ووجوههم ملطخة بالدموع والمخاط الأنفي. كنت أصرخ كالبقية دون أن أعرف السبب. كنت أحاول أن أتسحب من يدي الفتاة الكبيرة التي كانت قد بذلت جهودا غير مجدية لتهدئتي، فصعدت إحدى النساء إلى الطابق العلوي ووزعت صفعاتها وشتائمها، ونعتت بالشياطين الأبرياء منا والمذنبون، وأنزلتني تحت ذراعها مثل حزمة لتسليمي إلى والدتي. وتلقيت مرة أخرى البعض من اللوم بدون وجه حق. هددتني والدتي بألا تأخذني إلى أي مكان مرة أخرى. عادت والدتي وصديقتها للحديث عن رحمة، زوجة صانع المحاريث، وعن فاطمة بزوية، وعن الخالة كنزة العرافة. روت أمي عن صلحها مع جارتها التي تسكن بالطابق الأول، وعن اختفاء زينب، وكذا عن الوجبة المقدمة للفقراء. قامت بمدح رحمة كما ندمت على لحظة سوء المزاج التي أثارت الجدل. أصبحت رحمة شابة جذابة وخدومة جدا وصادقة جدا. ثم قالت أمي: إنها جميلة جدا، دائمة الابتسامة، دائمة الحيوية، يجب على زوجها أن يشكر الله لأنه منحه مثل هذه السمراء الشهية. ألا تحبين تلك البشرة السمراء وتلك العيون الضاحكة الكبيرة؟ أليس لديها فم جميل مع شفاه متماسكة رغم عبوسها نوعا ما؟ أكدت للا عيشة قولها وهي تومئ برأسها، وتنهدت باقتناع، غير أن أمي تابعت قائلة: فاطمة بزوية جارتي المقابلة لي،
لم ينسها الخالق أيضاً ذات عيون جميلة شديدة الحلاوة وحواجب بتقوس مثقل، بشرتها كالعنبر لكنني لا أحب وشم ذقنها، كما أنها تتمتع علاوة على ذلك بسحر شبابها. كنت أستمع بلا حراك من زاويتي، فوجئت بسماع والدتي تنصف جمال جاراتنا. كنت أشعر بهذا الجمال لكنني لم أكن أستطيع ترجمته إلى صيغ ملموسة. كنت ممتنا لوالدتي لتعبيرها بعبارات دقيقة عما كان يدور في مخيلتي على شكل صور غامضة ومشوشة وغير مكتملة. فيما يخص الخالة كنزة، أومأت المرأتان برأسيهما عن علم. الخالة كنزة الشوافة كانت تنتمي بالنسبة لي لعرق آخر، كانت ملكية، أبناء آوى يشعرون بالدونية أمام هذه اللبوءة. غريب هو جمال الملكات، لم تكن من ملكات المملكات السريعة الزوال التي يفرق بين أهلها الجوع والشهوة والجشع، بل كانت من ملكات عضروات اللواتي تحملن في أجنحتهن إله العدل. كانت عيناها الكبيرتان في وجهها المشدود والناعم تسحر زبوناتها وتنال الاحترام من أولئك اللواتي تكرهنها. لأكون صادقاً، كنت أخافها نوعاً ما، وكنت أربطها في أحلامي بالقوى المظلمة وبأسياد غير مرئيين والذين كانت تقوم معهم بتجارة مألوفة. كنت أعتقد أنها تتمتع بسلطات غير محدودة، وكنت أعتبر أن العيش تحت سقف واحد مع شخص مثلها يعتبر امتيازاً عظيماً. وصل مولاي العربي زوج لالة عيشة في وقت غير متوقع. سمعناه يقول عند المدخل العبارة المعهودة: ألا يوجد أحد؟ أيمكن للمرور؟ أجابت ثلاث أصوات نسائية في آن واحد: فلتمر فلتمر فلتمر. تردد صدى خطواته على الدرج. دخل مباشرة إلى الغرفة الصغيرة، كان معلوما مسبقا بزيارتنا لهم ولم يكن يسمح له برؤية والدتي. أسرعت زوجته للانضمام إليه. همسات مشوشة يتخيلها الصمت كانت تنبعث من الغرفة الصغيرة، استمرت لفترة طويلة. كنا جالسين بلا حراك أنا وأمي، لم نكن نعرف كيف نشغل أنفسنا، فأخبرت والدتي عن ألعابنا على الشرفة وسبب الدراما التي تلت ذلك. كانت تستمع إلي بشكل مشتت، وكانت تجيب بعبارات غامضة ونصائح عامة حول كيفية التصرف في المجتمع. نهضت لتنظر من النافذة، فصادفت عيني إحدى الجارات متكئة أيضاً على شباك الشرفة تتأمل في الفناء الفارغ. سلمت المرأتان على بعضهما البعض وتحدثتا عن الربيع الذي كانت بداياته متعبة دائماً. انتهزت الغريبة الفرصة لاستحضار ذكرى نزهة وهي خرجة في الهواء الطلق التي قامت بها. كان ذلك قبل سنوات، كانت البادية مزينة كباقة زهور برائحة العسل، حيث كانت الطيور ترف من شجيرة إلى غصن، والنساء تركضن بأقدام حافية على العشب وتتناثرن في الجدول، وهن تغنين ترانيما تدخل البهجة على القلب. وفي منتصف النهار هبت عاصفة عنيفة بشكل غير معتاد على الطبيعة. على عجل تم التقاط السجاد والبلطانيات، تكلف الجميع كل شخص بجمع جزء من الأمتعة: أطباق فارغة، لوازم الشاي، أباريق للمياه العذبة، رجلان وخمس نساء، جميع الآباء والأمهات بالفريق. رحب البعض بالمطر على أنه نعمة، واعتبره آخرون كارثة. كنا في حالة مؤسفة عندما عدنا، عانت ثياب الجميلة من الوحل، كان لدي قفطان من قماش المشمش كما لم نعد نصنعه في عصرنا، ارتديت فوقه سترة مطرزة بزهور البنفسج. وجاءت للا عيشة عندنا ووجهها حزين، طلبت من والدتي أن تتبعها في أحلك ركن من أركان الغرفة، مكث عند النافذة. وظلت المرأة التي كانت تروي أفضل ذكرياتها تصف فخامة ملابسها.
تركت جملتها غير مكتملة وتنهدت ورفعت عينيها إلى السماء لتشهدها على عدم تفهم البشر، وأدخلت رأسها إلى الداخل ثم اختفت في الظل المخملي لمنزلها. كانت والدتي تتحدث بصوت منخفض مع صديقتها، لم أجرؤ على الاقتراب منها، وكنت أسمع كلمة الباشا عدة مرات خلال حوارهما الغامض. أثارت هذه الكلمة إعجابي وجعلتني غير مرتاح. الباشا؟ أليس تلك الشخصية القاسية التي تدرب الناس على هواها؟ يضعهم في زنزانة مظلمة مع رغيف شعير وإبريق ماء، ويدعهم يؤكلون من قبل الفئران؟ كانت كلمة الباشا تجعل الصغار يرتعدون، كانت ترتبط في أذهانهم بمتاعب بدون عدد، بالآلام الصاخبة وبالصراخ والرثاء. كان الناس يقترضون المال لدفع أتباع الباشا، ويعانون من جميع أنواع المضايقات في قاعة المحكمة، وغالبا ما يروا أن ما كانوا يعتبرونه حقا لهم أصبح من خلال مناورة شريرة ديونا عليهم. كل هذه الاعتبارات لم تكن تمنعهم من السعي وراء الخلافات لأشياء تافهة، فيركضوا أمام الباشا ليخبروه عن مآسيهم الصغيرة، وغالبا ما كانوا يغادرون من هناك غير راضين بعد أن قوبلوا بالرفض. بدأت لالا عيشة بالبكاء بصمت، وأخفت وجهها في كم فستانها واستنشقت. استسلمت والدتي ووضعت ذراعها حول كتفيها وحدثتها كما لو كانت تتحدث إلى فتاة صغيرة. كان المشهد مسلئ بالنسبة لي. لالا عيشة التي تكبر والدتي سمحت بمواساتها وصارت كالأخت الصغرى بين ذراعي أختها الكبرى. أردت أن أضحك لكنني كنت أعرف أن ذلك ليس بالأمر اللائق، فأجبرتني سخافة الموقف على الهروب إلى السلم حتى لا أبدو غير مؤدب. كنت أتمنى مقابلة الشابة الغريبة التي كانت تتقن لعب دور النجافة. كنا سنعيش معا بعض المغامرات الغريبة في بلد رائع. وحسرته، كان محكوم علي بالوحدة. جلست على قمة الدرج وبدأت أغني بكلمات لا معنى لها على نغمة مرتجلة. الباشا أكل للا عيشة، يا ليل يا ليل يا عيني أبكي في الوحدة. نادت والدتي من خلف الغرفة وسألتني إذا ما كنت أنوي أن أنهق لفترة طويلة. صمت ثم اتكأت على الحائط وسرعان ما غفوت. سمعت أحدهم يوقظني. أخذتني يد قاسية إلى غرفة للا عيشة حيث تم وضع الطاولة، فاستغرقت في النوم. أجبرتني والدتي على تناول الطعام، لكنني لم أستطع ابتلاع أي شيء. كان للدجاج مع الجزر طعم مثل القش. وسخت جلبابي ببقع زيت كبيرة، فتعرضت لتوبيخ شديد، وفي الأخير تركوني على مرتبة حيث يمكنني أن أشخر كما يحلو لي. عندما استيقظت كانت الشمس قد غابت، والشموس كانت تومض وتلقي بظلال رائع على الجدران. جاء والدي ليأخذنا، فنزلت السلم وكنت أتعثر في كل خطوة. كانت الإضاءة بالشوارع ضعيفة، وكان والدي يحمل معه فانوسا من القصدير المثقوب بأناقة والمزين بالزجاج الملون. كانت الظلال تدهر من الظلام وتتخذ أشكالا بشرية لتختفي بعد في لحظة وراءها فيبتلعها الليل. لم أتعرف على أي شارع، وكنت أسمع صدى خطى من بعيد تقترب ثم تذوب. هناك كلب ينبح، وهناك اندلع قتال بين مجموعة من القطط على قمة الشرفة. العدوان يتحديان بعضهما البعض، وأعلن كل منهما على شجاعته وبسالته. كانوا يبصقون نفسا من الغضب. بدأت صرخاتهم تتلاشى، فقط خطواتنا وحثيف ملابسنا وأنفاسنا المتسارعة هي من كانت لا تزال تحرك هذه المدينة الميتة. وصلنا إلى المنزل ووضعتني والدتي في الفراش، فانجرفت في النوم. في اليوم التالي الذي كان يوم الجمعة، عاد والدي إلى المنزل لتناول طعام الغداء كعادته. كان يرتدي جلابة صوفية بيضاء مبهرة بأزرار وعمامة جديدة محددة جيدا.
تم تقديم الوجبة من قبل والدتي، حيث كانت القائمة مقدمة بعناية. أكلنا لحم الخروف مع الخرشوف البري والكسكسي مع السكر والقرفة. في الأخير أكلنا سلطة البرتقال اللذيذة بزيت الزيتون. ارتشفنا العديد من أكواب الشاي بالنعناع. في وسط الصينية كان هنالك وردتان من الأصفهان في فنجان خزفي قديم. تنهدت والدتي وخاطبت والدي قائلة: القدر أحيانا يكون قاسيا جدا، فقراء أو أغنياء، خيرون أو أشرار، الجميع تحت رحمة النكسات. أنا حزينة جدا، أفكر في لا العيش وقلبي ينزف. لم أكن أريد أن أزعجك الليلة الماضية مع الأحداث المؤسفة التي وقعت خلال النهار. كان والدي كله آذان صاغية. وصلت قائلة: مولاي العربي زوج لالا عيشة تشاجر مع شريكه عبد القادر ابن لا أعرف من. رفعت عينيها إلى السقف قائلة: اللهم أزل عن طريقنا وعن طريق أولادنا وأولاد أولادنا كل أبناء الخطيئة الذين يلقوننا بابتسامة على شفاههم وصدورهم مملوءة بالضغينة. كن حامينا ووكيلنا، آمين. عبد القادر ابن الزنا تلميذ الشيطان، هذا لم يكن يرتدي حتى قميصا نظيفا عندما اصطحبه مولاي العربي للعمل في ورشته في المشاطين. لقد عمله بلطف وأقرضه المال، وغالبا ما كان يستقبله على الغداء أو على العشاء. كان عبد القادر مهذبا ووديعا، كان يتغنى بمزايا مولاي العربي ويثني على كرمه وشخصيته الطيبة ونبل مشاعره. كلاهما عمل كثيرا، وكانت النعال المطرزة تلقى إقبالا كبيرا من طرف نساء فاس، كما أن إنتاج مولاي العربي وعامله كان ذا سمعة طيبة. فكر عبد القادر في الزواج، فشجعه مولاي العربي على الأمر، ووجدت للا عيشة له فتاة صغيرة تستحق الثناء، غير أن حفلات الزفاف دائما ما كانت تكون باهظة الثمن. وعلى الرغم من سهره الليالي لم يكن عبد القادر قادرا على الادخار. وجد نفسه محرجا عندما احتاج أن يعطي لخطيبته المهر. سارع إلى رئيس عمله، فتمكن مولاي العربي من جمع 80 ريالا التي أعطاها إياه دون أي حذر. ارتكب خطأ دفع هذه الأموال إليه دون تحرير إقرار بالدين. وللسماح لعبد القادر بكسب المزيد، أشركه معه في عمله. هل تعلم كيف شكره ابن المعصية هذا على خيره؟ لم يكن والدي يعلم. لم تعطه والدتي الوقت للرد، وتابعت بهذه الكلمات: لا، لن تكون قادرا على تخمين ذلك أبدا. الأشخاص الذين لا يخجلون، والذين هم حفاة الأقدام ذوي النية السيئة، والذين يسيئون إلى الله ورسوله بأفعالهم غير الشريفة، عليهم أن يحاسبوا على أعمالهم السيئة في يوم الميزان. نفى عبد القادر، إنه لم ينكر ذلك فحسب، بل زعم أنه دفع نصف رأس مال عمل مولاي العربي لشراء المعدات والجلود والخيوط المذهبة. لم يكن الباشا قادرا على معرفة كل تفاصيل هذه القصة، ولم يقبل أي من صيغتي الخصمين. تم تعيين حارس الباشا للقيام بالتحقيق، لكنه اكتفى بالتحدث إلى المتقاضين. طلب منهم مبلغا هائلا من المال مقابل الوقت الذي فقده. ومرة أخرى تم إرسال أحد حراسه الذي طلب منهم شرح الحقائق له، لكنهم رفضوا. فقط خبراء الشراكة يمكنهم فهم موضوع النزاع. هذا ما قالوا: تم جمع الخبراء معا، تحدثوا حتى المساء، في النهاية خرجوا بموقف لصالح عبد القادر. يا له من عصر، لم يعد هنالك عدالة. سيخبرني أن هذا ليس خطأ هؤلاء القضاة، وأنه من الصعب معرفة خصوصيات وعموميات مثل هذه الحالة. كيف لنا أن نحكم في القضايا التي لا نعرف كل البيانات الخاصة بها؟ أعلم، العالم هكذا يتطلب الأمر قضاة ومحتالين لمنحهم العمل. دائما ما يتم التضحية بالأشخاص الصادقين. تدخل أبي قائلا: ليس دائما، أحيانا يخطئ القضاة.
القضاة أيضاً فهم بشر، وهذا يعني أنهم عرضة للخطأ، وحده الله من لا يخطئ أبداً. قالت أمي: لا حول ولا قوة إلا بالله وحده لا شريك له، وأضافت: وفي الأخير كل هذا أربكنا. بكت للا عيشة، وفي المساء عانت من صداع شديد. ظل الجميع صامتاً بعد هذه الخاتمة، فبدأت أسمع حبات المسبحة تنسج بأصابع والدي الطويلة، ورحمة تطبطب على خبزها لترى إن كان قد ارتفع، وزينب وهي تلعب مع القط، كان قطاً أسوداً مريضاً تبنته الأسرة لإشباع نزوة ابنتهم. لقد كنت أستمع إلى ما كانت تقوله له، كانت مسألة إطعامه العسل والزبدة والكعك المحشوي واللوز وأرجل الدجاج. سيحصل الطفل الكبير على برنوس مخملي وسيرتدي عمامات حريرية، يا له من هراء عظيم. منذ متى كانت القطط تحب العسل؟ قط بعمامة حريرية سيكون أكثر الأشياء سخافة في العالم. فتاة غبية مثل زينب لا تجد أي شيء مسلي في دماغها الفقير. برأيي هي لم تكن تعرف اللعب، لذلك كانت فقيرة وحقيرة بشكل خاص. أما أنا فقد كان لدي كنوز مخبأة في صندوق العجائب الخاص بي، كنت الوحيد من يفهمهم، وكنت أستطيع أن أهرب من هذا العالم المليء بالقيود والمليء بالباشا وعميد التجار والحراس المنتهكين. كنت ألجأ إلى مملكتي حيث كان كل شيء يتناغم مع الأغاني والموسيقى، كان عندي أبطال رفقاء وأمراء عادلين لأسمع عن مآثرهم الجديدة. كنت قد وعدت نفسي بالذهاب والاستماع إلى عبد الله البقال. لم أقابل عبد الله من قبل، لكنه كان يحتل مكانة مهمة في عالمي. كل القصص الرائعة التي أتيحت لي الفرصة لسماعها كنت أنسبها إليه. كان عبد الله موجوداً بالفعل. والدي الذي لم يكن يتكلم كثيراً كرس أمسية كاملة لإخبار والدتي عن عبد الله وعن قصصه. أثارت قصة والدتي مخيلتي واستحوذت على هوسي طوال طفولتي. لقد كان فصل الشتاء، وكانت الرياح تدق باب الشرفة وتطلق صفيرا على الدرج. كنت حينها واضع الرأس على ركبتي والدي وكنت أستمع. كان يتحدث ببطء بصوته العميق. ها هي ذي قصته. كان عبد الله يعرف الكثير من القصص، نادرا ما تكون تلك التي كان يرويها مضحكة، وكانت تنتهي فجأة دون البحث عن أي آثار ولا عن نهاية واضحة. يشبه عبد الله حكاياته بشكل غريب، هنالك شعر وغموض. لديه متجر في الحفارين في هذا الزقاق الرطب جدا في الصيف، والذي يتردد عليه القليل من الناس في جميع الفصول. كان عبد الله يبيع جميع أنواع الأشياء المغبرة والرث المعلق على رفوف لا تقل غبارا ولا رثاثة. لديه عدد قليل من الزبناء، أما أصدقاؤه فقد كانوا كثر. منذ الصباح وحتى المساء كان عبد الله يمسك بمضرب الذباب جالسا كالقرفصاء على جلد غنم تأكله العسة. كان يعيش في الحي منذ فترة طويلة جدا، يتكون مخزونه في التجارة من مجموعتين من مكانيس النخيل وما يقارب 10 قفف من 3 أحجام مختلفة، وحزمة من الخيوط، وعدد قليل من علب الصفيح التي يفترض أنها مليئة بالتوابل. منذ ذاك الحين تحولت لحيته إلى اللون الأبيض، وتناقص حجم مجموعات المكانس بشكل واضح، ولا يزال هناك ثلث كمية القفف. أما بالنسبة للخيط والتوابل فلم تتح له الفرصة لاستعمال أي منها. كان عبد الله يروي القصص منذ مجيئه، لم يكن يكرر أبدا نفس الشيء، ويبدو أن قصصه لا تنتهي أبدا. يحكيها للأطفال ولكبار الناس وسكان المدن وسكان الريف ومن يعرفه، وكذلك زوار يوم ما. تدوم قصص عبد الله أحيانا ربع ساعة وأحيانا طيلة الصباح، يرويها دون أن يبتسم على الإيقاع المهيب لمنشة الذباب. يحكي دون انقطاع، دون أن يشرب أو ينفث حلقه.
دون أن يلوح بيده أو أن يشغل أصابعه. لا تتخلل قصصه أي من صيغ البركة التي يحبها الرواة العرب. يروي معارك غريبة وروائع رائعة ورحلات ممتعة في الأراضي السحرية، أو يروي ببساطة شجار صاحب متجر مع جاره، أو ليلة حافي القدمي تحت النجوم، أو وجبة متسول. البعض يحبه والبعض الآخر يكرهه دون أن يخبره، لكن الجميع يستمع إليه مفتونا. كان عبد الله يبدو غير مكترثا، لا لحب البعض ولا كراهية الآخرين المموهة تخرجه من لامبالاته. يقول الأصدقاء: عبد الله الحكيم، وعبد الله الشاعر، وحتى عبد الله الرائي، غير أن أعداءه يصفونه بأنه كاذب ومنافق وأحيانا ساحر. إذن من هو يا ترى؟ إنه بقال يروي القصص. كان أحد الأشخاص البارزة والحاقدة بشكل خاص، قد طلب من رئيس المنطقة أن يذهب ويستمع إلى قصص عبد الله، لأنه اكتشف فيها تلميحات وانتقادات موجهة ضد المخزن الحبيب. وعلى خلاف ذلك، أكد آخر أن المخزن هو من يدفع لهذا البقال بدون توابل لإغراء السكان ومنعهم من التدخل في شؤون الإمبراطورية. على كل هذا يرد عبد الله بقصص. أصبح رئيس الحي مستمعه الدؤوب ويهتم بعلمه أو بما يسميه هكذا. يدعي عبد الله أنه لا يعرف شيئا، لأنه كما يقول يجب على العلماء الحقيقيين عدم سرد القصص، بل قول الحقيقة قولها وكتابتها. كرس عالم حياته لعمل مهم. ذات يوم أخذ كل صفحات كتبه وعرضها على سطح الكعبة المشرفة بيت الله. بعد مرور عام كانت الأوراق لا تزال في مكانها دون أثر للأمطار وبدون أضرار من عوامل خارجية، وكان الحبر لا يزال طريا على الورق الأبيض. لم يطبع عمله إلا بعد هذا الامتحان الأعظم. لقد كان محقا ألف مرة. لا شيء يمكن أن يدمر الحقيقة أو يمحوها أو يغيرها. وأضاف عبد الله: أنا لست عالما، تدخل قصصي من أذن وتخرج من أخرى. هل هذا صحيح تماما؟ هل غالبا ما يكون الأمر بدون استثناء؟ بالتأكيد لا. تعاني قصص عبد الله من مصير كل القصص التي تناقلتها الإنسانية عبر العصور. البعض تضحكه والآخر تبكيه، وآخرون يتحسسون من شكلها الخارجي، وآخرون يعرفون كيف يسثرون العلامات. وبينما كان عبد الله يروي قصة للأطفال، قال له أحدهم: لقد قرأت واحدة أشمل بكثير في كتاب المقروء. فأجابه عبد الله: من الممكن تماما، غير أن القصة التي قرأتها موجودة في كتاب، وكل زملائك في الفصل لديهم هذا الكتاب ويمكنهم قراءتها، لكن الذي أخبرتك عنه موجود في كتاب واحد، إنه هذا. وأشار إلى قلبه. يغلق عبد الله متجره كل مساء ويغادر ببطء. الجميع في الحي يجهل سكناه، غير أن السعبنبي وهو رجل ذو لسان قدر ادعى أنه قد رآه يدخل فندقا مبتذلا. أما الحبيب الذي كان قد تبعه في إحدى المرات، روى مغامرته الغريبة بهذه العبارة: سيدنا عبد الله صديق الله، تبعته فليسامحني الله حتى حي السفاحين على الضفة الأخرى لوادي فاس في طريق مسدود. كان هنالك باب زاوية بالزليج الأخضر، دخل هناك وبعد دقيقة واحدة تبعته. بحثت عنه عبثا، كانت الزاوية مهجورة، فقمت بتكبيرة طويلة وأغمي علي. الآن أنا لا أستمع لما يقوله الجهلاء، لأنني أعلم، نعم أعلم، أن أصدقاء الله لديهم مساكن مخفية. قد يكون الحبيب على حق، أجاب عبد النبي الذي كان حاضرا. لقد استمع الحبيب كثيرا لقصص عبد الله، لقد مرض دماغه منها. الله هو العالم الوحيد. أفعال عبد الله ليست أعمال مسلم أمين. هل رأيتموه يوما يتلو صلاته؟
هل يغادر محله في أوقات الوجبات؟ هل يحترم صلاة الجمعة؟ هل يتكلم بكلمة تقية؟ إنه فاسد شيطان ذو عمامة، شيطان ذو لحية بيضاء، يعيش في أكاذيب مثل خنزير في الوحل. الحبيب الذي عادة ما يكون مسالما خجل من السخط وصرخ: هل يجب أن يشبهك حتى يستحق اسم مسلم؟ تقوم بصلاتك، نحن نشهد على ذلك، وتترك متجرك في أوقات الوجبات، كما أنك تحترم أيام الجمعة، وكلامك مليء بالأقوال القرآنية والأحاديث. كل هذا نحن شهود عليه، ولكن فمك غالبا ما يقطر سم النميمة ورائحة الافتراء ورائحة الموت وغيرها من جراثيم الدمار. أنت لست حتى الشيطان، لأنك لا شيء من أعمالك يتسم بعظمة معينة. على الأكثر أنت جرد المجاري مغلف بالدقيق الأبيض الجيد، يظن أن الدقيق سيجعله نقيا بينما لمسه يكفي لتجنيسه. قفز عبد النبي ليضربه، غير أن الحبيب الذي يعمل كحداد أمسكه من معصميه وواصل خطبته دون أن يتحرك. كما ترى يلجأ الضعيف دائما إلى العنف، ذراعي يمسكان بالحديد ولا تخافا من النار، لذلك لن أستخدمه لسحق الصراصير من نوعك. أنا لا أدافع عن عبد الله البقال، أنا فقط أحاول أن أنير جهلك. أنت الذي تدعي أنك متعلم، لكن لديك جمجمة سميكة وروح محنطة. أنت جثث وأنا لا أحب أن ألمس الجيف. دفع الحبيب عبد النبي باتجاه الحائط وغادر، وصام أكثر من أسبوع ليطهر نفسه من غضبه. قيل هذا لعبد الله، فظل صامتا في البداية يؤرجح بشكل رسمي من الشتى الدباب، ثم روى بعد ذلك قصة.